صراحة غير مسؤول، ما فهمتش انا شنو يبغي يقصد. يمكن هو في حد ذاته يكون تشجيع للاعبين المحليين باش يثبتوا له بان العكس هو اللي كاين. وفي رايي ديالي انا اللاعب المحلي والاوروبي ما كاينش شي فرق، والدليل هو الوداد والرجاء داو كؤوس في افريقيا، وحتى في 2014 ولا 2013 الرجاء لعب في نصف النهائي كاس العالم للانديه، لعب مع رونالدينيو. هذا شنو كيعكس؟ هذا كيدل على ان ما كاينش شي فرق. ماشي حكم يعني النسبه ديال الكره المغرب معروفه يعني من لاعبيه عاديين، يعني واخا بطوله احترافيه كتكون يعني من لاعبيه عاديين، مع لاعبيه ديال اوروبا ضروري كيكون لعب فرق كبير بين اللاعب ديال المغرب. كونترير، انا المحترف اللي هو محترف انا كنقول لهم يمشي من البطوله، يكون ولد الدار ويحترف برا، هذاك محترف بالدرجه الاولى احسن من واحد ما كيعرفش يهضر حتى بالعربيه. شوف نقول لك واحد القضيه، بان شوف غير المنتخب الجزائري، الا جينا نقارنوا ما بين لاعب البطوله واللاعب محترف، راه حتى داك اللاعب هذاك اللي كيلعب في البطوله ديال المغرب راه ما صابش امكانيات باش يمشي يحترف على برا. ولكن انت كما كتشوف المنتخب الجزائري دا الكاس افريقيا غايب لاعبين ديال تقريبا غايب لاعبين يوسف بلايلي في كيلعب في تونس، ماشي بالضروره تكون محترف. ولكن حنا ما خصناش نلومو حتى اللاعبين، عندنا تبارك الله مزيانين ديال البطوله، ولكن حنا خصنا بالعكس نشجعوهم، ما خصناش نقول لهم شي هضره اللي هو كان ايرفي رونار كان حاقرهم بزاف ما كانش كيلاغي لهم. ولكن الا جيت تشوف راه اللاعب ديال البطوله راه كيلعب احسن من لاعب محترف. علاش اللاعب ديال افريقيا خصو اللاعبين يكونوا من البطوله تقريبا؟